بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله وحنكب الله بإن آيات أفرتا كلا آيات كنتم يسدد أفأصفاكم موحدين دارتي ربكم ربكم بالبنين ويلل هو اتخذ موحك يشي من الملائكة ملائكة إناثا قبله إنكم إذن كل تقولون وحاد ليدهين قولا قول عظيما ومين وقول لغا أرققحوه والصمد إني قرر عنته أنت تفضل الله وإلمال إني صمد وقرر عنته لغا يابا وكلا درد الله عدبا مركا الله إذن كو إذن دوري ويلالي إسنا قبلوغ الصمد استيوه مركا قبلهين هذا ويلو ذاك قبلهين ويلو ذاك سيدا يقول ليهين ويكو قفين مثلا ذا صدح ميلود بيكا قفين مركا إذن الله وإلمال هذنا علمه سي قبل كدغه هذنا يعابده ويكون قفين صدح لما يلد ويكون قفين افا اصفاكم موحدين دوري ربكم ربكين البنين ويلل هو اتخذ ما وحو سميس من الملائكه ملائكه حقيدا اناثا قبله انكم اذن كل تقولون وحالدهم قول القول عظيما وين لغا ارغدخا وين الله وحلي ولقد صرفنا وان عطيني والسوء العلنوي في هذا القرآن قرآن كان حكمة دي والسوء العلنوي وعدكي يا وعيدكي يا الرحمة دي يا حلاسي يا حرامتي وحول بوها الوعدي ليتذكروا إنا يددكوا أنتم من درتات يا قرآن كان له وعدي ويزيدهم قرآن كم زيادة نقال دي إلا نفور العرر موي عظم بوحكة دي وحنوا نساحر بيداني نكانوا ننقوا مما ما أهبيني wixii abii iyo yadii ku dhaqmay jireen mar hadduu ka tagay waan ilmuhu bayreen waa Soomaalidu dhaqankeeda sidee aaminto aad dadkan nin baad wuxuu sheegay wuxuu ku dhimay hebel baad ka cilmi badan tahay hebel basaas inagu yiri bari oo nagu wacdiyay wal qasr rafna waan cadeynay bayanna waan cadeynay fi hada alquraani wax kasta oo loo baahan yahay baa lagu cadeeyay wacdigii iyo waciidkii iyo waanadii iyo xalaashii iyo wax kasta oo lagu amal falo محاسدا لوجو عدي ليتذكروا إني وأنتم من ضدك وما يزيدهم وما زيادة كوي حق ذي ذياشها إلا نفورا عر المويان والوحد كتلة لو كان هدوء هان لها معه ألم عيسى آلهة إلهية كوحة وما يقولون السيدة إليهم مشركين تليهم إذن وقتك لابتقوا يطلب لهين إلهيها فرهبلا إلى ذي العرش كرسك سرمتك وصاحبك سبيلا ودهان بأجراد اللهين سأوقع قبصان وويرران سبحانه الله وكان زاهي وتعالى ونكسر ريا أما يقولون وحي إليهن علوا سرين كبير نوين هذه إلهية كوحه تيران كوقص الرية وير لها في جنبي لها انتي وضد يقوت إلهية تاليان يوي سيسال أرك إلهية يوي سيسال أرك لا أو يسوير رميت بحكم كل لقى قاضي إلا رميت بميت ككله كبر تورانه قل وحاتنا لو كان هذه أي أهان لها ين معه ألم عيسى آلهة إلهية كوحة كما يقولون السيد إليهن إذا وقتك لابتقوا ويطلب لهاية إلى ذي العرش كرسك سرك أصاحبك سبيلا وده يطلب له ويقف جنبي لهاية سبحانه ألا وكهفا يهي وحا وتعالى وأنه كسر هي عما يقولون وحي إليهن علوا كسرين كبيرا نوين وإله نؤقي هاي إنه وإنه أنكرين كرين تصبح إلهيها أي إليهن إلهي ببربر يالين تصبح وحا أتصبح ستو النزاد له قال لي السماوات سموينك السبع أو تضبضع يو الأرض للك يوم فيهن واحد نحض ظهرنا وإن من شيء ما من شيء شيء مجر إلا أجرات يسبح الله أتصبح سن متلبسا بحمده سوى حمدين قدري ولكن لا تفقهون مفهم إيسان تصبيحهم وحا خلق قاكلا تصبيح ذو ذا مفهم إيسان إنه ألا كان وحوء هذا حليما كيد القاتبلا غفورا ونعفا وإذنك وحاس ودنب ألا يمن هذا العقاب إذنك سودد جن ماي الله سبحانه وتعالى سبضي أرضنا يوحى الله وحيد لحظة جن ينسي عال وحى الله وحيد لحظة يو تسبح صداء له إلهي وحكى لفر بردقيا شيء كستوء جنة جمال يلقح يوحى والبوه جنة الله ويقتح سبح سنة ويكون حمدين لكن يديكم مفهم كرتان تسبيح لهذا الدين كذا تسبيح لهذا مين نقرأ مركن نبي الله محمد قرور رح بعد عنتي سكوت تسبيح سين شيء هو حان قرنبو للنبي قد نجح مركان أجمره السلام تشيلي بان قرنبو
marka jamaad kani waxana way tasarrufku Alla ku tasarrufayo ya tasbiixdi ah oo Ilaahay sidoo doon oo Alla ugu talinayo marka Allah sidaas in wax la barbardhigo oo wax lagu soo dhaweeyo meesha kuma jirta sheekh Ilaahna waa kaynu sheegnayo Ilaah magac Ilaahay aan balla isticmaalin wixii Alla leeyahay cibaado wixii la siiyo oo dhari geed baha ahaade Ilaah uu noqonay tusabbihu waxa u tasbiixsata lahu Alle as-samaawaatu samooyinki as-sab'a toddobada ah iyo wal ardu dhulki iyo wan fiina waxa dhaxdooda hordhan malaa'ikti iyo jinki iyo insigi waxa la wixii dhaxdooda wa in min shay'in ma min shay ma jiro illa ujira sayusabbihu wa tasbiixsan Alle bihamdihi ma hamdihi hamdihi sumiisu hamdihi tasbiixu isku dare laakin la tafqahuuna fahmi maysan tasbiixan waxa jamaadaadka yahwayaanka meesha joogay shibiraha jeeqleen fahmi maysan إنه ألا كان هذا حليما كيد القاطة غفورا ودافع إله أي سوى حاسود صبر بردجان وسيدا واحد جدبين الله عقاب تمسد الدتين فرصة بعضات كلاسينين دره وكلا نبي يقول رفاه دلنا تيق تيق ده سوى تصبيحه هدلنا بقول رفاه وحبت كتير رفاه يحاس كم بحرامة أنت كلو الأجارتن كرا وحبت كتير ولسورة بني آدم بهلا هذه وإذا قرأت القرآن القرآن كم مركز أقرضه نبي الله محمد جعلنا وحيلنا بينك هذه قد أحدادي وبين الذين كون أحد لا يؤمنون أرمينين بالآخرة آخرة أرمينين حجابا حجاب مستورا ساترا واسم مفعول إشباع لوجه كذا مستورا أو كأسرة وقلب جل ويك حجابينهين قل القرآن كأقرين دباتك ومجلس كران مركي تبت يدا أبي الله بن سعود دكتي قبدي وقبي أينا ina abu sufyaan walaashi ahayd oo qabay al-awra layda gabadh ku rux badan bay ahayd ya soo orday intay dhagax soo qaadatay abu bakaro maanta wuu caaybay tii saaxibka dhagax xasan ku dhufanaya ayidaba ma yaqaanay kuma una caay marka markii uu abu bakar wuxuu yiri rasuulullaah way soo socotaa ay arki may suuri nabigu markaasay yey arki wayday marka hees yar bay qaaday waxay tiri mudammaman abayna wa amrahu asayna ودينه قلينا بك مذمم بان حاسنون ديدنهي دين تيسو عريسنهي كاسو نبيو لك انظروا كيف صرف الله عني ذم قريش يذمون مذمما وأنا محمد بولي يقول مذمم ببعاية أنا محمد بان لنا مقعين وي مركا آياد التاسي تلمامي سوي وقال لي مركا ودتين للاحا النبيين كل فتربتين حجاب الله لقوي أركي ويذوي وإذا قرأت القرآن marka quraanka waa lagu xirxiray inda quraanka marka aad cabsanaayso aqriso quraanka oo a'uudhu billahi minash shaytaani taa tiraa quraanka dabada ka gal ilaahay balaayda uu ka xijaabay wila qaraata alquraana quraanka marka aad aqrido aqriyayso ja'alna waayilayna baynaka wa bayna alladina kuwi dhaxdooda la yu'minuna an rumaynin bil akhirati akhiru hijab hijab masturan anhu idinka hadii maf'ul ismigiisa maf'ul ugu daay idinka asturan hijabaydan idinku arkayn masturan idinka idinka astoor hadii isbaac laga dhigana mastuura saatira way wajalla wayalay ala quluubihim gaalada qalbiyalkooda akinatan dabool ay yafqahuhu laalla yafqahuhu saayna wixiga u fahmin wa fi aadani dhagahoodana waxan yale waqran culays way dhag culusiin wiida dakarta markaas xusto rabbaka rabbiga fil quraani wahdahu kalidi oo wax kale ku barbardarin walla wajeetanayaan ala adbaarim dabadoodii bay u jeetanayaan nufuran naafireen iyagu qararay marka aad alla kaliye sheegto oo ta qalbigooda dabool baa la saaray shayna waxba u fahmin qalbigooda daboolan dhagahooduna way culisiin waxa maqli maaya hadaad rabbiga kaliye sheegtana way la yaabayna cagahay wax ka day suratu zumar marka aad alla kaliye sheegto ijmaalda way gabadhacyoonaya malkii aad wax kale ku dabadatana way bishaareysanaya Soomaahi وجعلنا وايل على قلوبهم قلبيالكود اكنة ضبال ان وخبا غلين ان يفقهوه لالا يفقهوا شيئا افهمن وفي اذانهم دغودنا وخا يل وقرا عليس واذا ذكرت مركات شيكتو خصت ربك ربنا في القران قدان كدحديس وحده وكليدي اود وخ كلو كلبن ولا ويجيتنين على ادبارهم حق دمي وعراري ورمشي اني غيليين نفور النافرين يا وعراري نحن انغا اعلم بما شيء يسمعون به درتي أي كود دقيسنا يان النجاو إذ يسمعون مركي دقيسنا إليك أديك حقاها وإذهم وقتي نجوى أي فقيين إذ يقول الظالمون الظالمون تأيلهايان
إن تتبعون مرة عيسان إلا رجلا إنه يمسعور الله سحري وحيكون دقي سنة أنا أقبل الله وحيكون دقي سنة إنا حنتان ونبي كجال سيسان إنت سيسوك تاقان ودقي سان بايدي وروا صاحب وشاعر ويكون باتنة ميل إنت لمن بايتي فودي سارتي وحي النبي كو عائلة هاي يهلك هكو هندسي وروحي تلمامي سآيادو أبو صفيان بن حربي هي أبو جهل هي أخنف بن حنيس نيلينا حنيس يا النبي قمد ولي بهبيب بالوحو أغري أسهل لغي سيسيني مركاسة يقول إسوغين بي مدول بميل بفايبين كي بيوحي لغي سيسيني أروتي مركب بحيل يوضاد إسكو صالح ورمحاب ما يساكو كان ورده يدادكو ينو أغاداه ويصور راع عنك يدب دمه صور واجه سد حبيب بي سيدي أهايل ويكسو نقنقنا يهل أخنف ما ينتو أتغي أبو سفيان بوجيري كورنا ننكن محاد كما قصي waxaan ka maqlaa buu wax badan oo aqaanana uu sheegay waxaana garanaynina uu sheegay laakiin hadalkiisu waa hadal ajeeb ah buu wuxuu u tagay Abu Jahl waniga ninkan waxaad ka maqashay bal sheeg buu wuxuu maxaan ka sheegiday anaga iyo Cabdin oo tartanba laga dhaxay markay dadka gaadiidka siyaan waan seenna markay qoodiyaan waan qoodina markay markaanu naga farasay fi haane laba faras oo tartamaysan markaanu qornay yaa dadnaba nima sheegtay buu goormaanu la gaadi buu hadaanu hadal raa yusidaa suu marka Alla wuxuu leeyahay waxaan ogahay ujeedada ay ku dhageysanayaan baan ogahay inay kugu jeesaysan bay rabaan ee inay maqlaan oo fahmaan ma rabaan ay faqahay marka intay dhageysan nabiga iyo laba nin xagga u bixiyo waxay nabigu ku aflagaadeen lahaayeen imeesha ku soo hindisaya marka waan ogahay waxay ka dhigantahay ana ka abaal marin way waxay ku yeeli kari maayaan ana og haddu Alla leeyahay nahnu annaga a'lamu بسبب ما شيء سببت يستمعون به أي قرآن كأدقي سنية وإن كوجة سيسان بين ربان إذ وقت يستمعون أي دقي سيئن إليك حقاذا وإذ وقت هم يقول نجوا أي فقه هايين إذ وقت يقول الظالمون الظالمون تأي سكوية هذين دحضور إن تتبعون ما تتبعون مرة عيسان أداد ننك الرعدان إلا تجول ننمو يمسعور الله سعري وشاعر يواصحر يوحسو من ربي كبرين انظر بألي كيف سيدي ضربوا لك أي كوغو سميين الأمثال تصاليال فضلوا ويلمين فلا يستطيعون ما أودان سبيلا وضو حق حقا ما أودان مرة ديهارك قارين إمسا تصالي نبغو سميين وصاحب وجاهل وشاعر ومجنون انتاسو تصالي نبغو صوبر بردقين مرة مرة ديهارك قارين جبدا بأود أمالي وضي أي حق أمران مهلي كران وضرب بالأيك بالأيدي كيف سيدي ضربوا لك كوغو سمايين الأمثال تصاليال وفضلوا ويلوا من مركة انتاسوا تصالكو سمايين فلا يستطيعون أود أمال مكرا سبيلا ودى إلى الحق مردي هيركا قارين وقالوا حيداني أيذا كنا مركة نحن عظاما لفو ورفاتا بربر مركة نقول أين أنا يلا مبعوثون من الأصابحين خلقا أبور جديدا وعصب وحي لي يابين وحاد كف kama qanmeesha ki markii hore abuuray muxuu aha ki markii hore abuuray muxuu aha ki abuuray in soo celiyo soo celintaaba ka fudud baa quraanku leeyahay allah waxba uma kala fududay inaga aqligaana soo celinta ka fudud farsamo la bartay way marka waxay dhahay war markaan sidaan noqono waa ka gujaalintu lafsa u biyo mataas uu allah soo celin kara illa allah way qirsan yihiin sifatu ficilkiisa waqalu waxay dhahdeen ayda kunna markaan ahna cidaama lafa iyo warfaatan burbur أين أن قال مبعوثون من الأصابح خلقا أبور جديدا وعصب قلوا حد كتير أبالي كونوا هذا حجارة دكحان أو حديدا بر هذا أو خلقا خلق هذا خلق قاسوا مما كي كم إذا يكبروا كوين في صدوركم قلبين فسيقولون مركا وحيده ما يعيدنا يا نسوعل قلوا حاتنا الذي كيبا إذا سوعل فضركم إذن أبوري أول مرة مرتي وهرشي إذن أبوري فسينقضون ويلوليان إليك حقا الرؤوس ومدحونا ساسي مدح عليهم يقو كديدا ويقولون وحيد متى هو أوا قور وصابحين قور موين قلوا حاتل عصا أن يكون قريبين إنه يهابا دعي كرتبدا لوحوا وحيس كدو وحالي دي بلك إليه ميانا لصابحين كرا أما بر هذا أما الدقحان هذا أما وحي إذن كي لوين هذا وموت كإياق اللوين لا يود سوء علينا لقى حقك إلفها كعدك يبرتها عدك يهدي أمرك هذه متان الله يود سوء علينا يعني وح الله وح قلبي جين يدلوين وعصورة جلهين
قلبك قاعد جلسان الله يسوعلي مركا وحال يدي وحيده دون مركا يا نسوع علينايا مركا وحات لكن مركا وربي دين أبو ربي دين سوعلي مركا سيمد حق الجلي ساتي لي هنا يبو دي دون قاعد جرانش مركا سيده متى هو وقارمة مركا نسوعلي قل وحات العصا وحبوده يهاي أن يكونون قريبا فيه محمد كتير سنة إنسان مركا يدي يا نسوع علم بوحال يقول وحات كتلا كونوا هذا حجارة دكحان أو حديدا بر أو خلقا خلق هذا أو مما كيكا ماذا يكبر اللوين في صدوركم قلبكين يكوين ولنسوع لكل إيبا واحد وانتان هذا فسيقولون مركا وحيده من يعيدنا أو يا نسوع علم قلوا حاتدا الذي كيبا إذا سوع علم فضلكم إذن أبورا أول مرة مرتي ورتي كاسا إذا سوع علم فسينقضون ويقلقلي إليك حد هذا الرؤوس ومضحوظة نقضي وحالة إلى سيدة ليلة ويقولون وحيده متى هو وقور مسوع علم قلوا حاتر عصاء أن يكون إنه يهابا ودعك تقريبا وحده يوما مال يدعوكم وإذن يدوي مال انت لسوع علم هذا تكون قدرتنا وصورك وفتستجيبون أد أجيبيسان بحمده بحمد جيس إذن كو قدري أد كو أجيبيسان وتظنون أضم علينا إسان إن لبستم ما لبستم إن إذن نقانين إلا قليلا إن يرمويا مال انت اللي سوع علم ومال انت markii la idin yeero oo soo baxa la yiraahdo la fiihe oo soo baxo isu wada tag la yiraahdo la soo baxo marka ayada ee la soo baxo waa marka yacni aad u maleeynaysan in yar inay daan nagaan marka way maalinta li soo celin waa marka waa bayna nafqatay nafqatu sa'iq iyo nafqatu al-ba'th markii nafqatu sa'iq ay timaado la wada dhinto nafqatu al-ba'th la afuf afartan habeeni waxba u dhaxaysa la yiraahdo wax yar ba u dhaxay marka sayidhi in yar u baan nagaayn ama 40 sano haba la yiraahdo in yar baan ku nagaayn waqtigi baa la yaraan yaa naga soo toosiyay waa ka yiraahdeen hurdadi yaa naga soo toosay intaas in yar saaxanaya labadaba fadhixdood yawma maalin weeye maalintaasi laydi soo celiyo duucukum wa alla idin yeeli fatastajibuna ad ajibisan bihamdihi maalinta way hoggaansan yihiin goona alhamdi wa xutareene wa tadhunnu adum malaynaysan illa bistu ma labisum in idan nagaanin illa qalilan in yar muyar wahya من بعثنا من مرغدنا وأمرك إليه وقل وحد كتلا لعبادي أضامها يقولوا هاي لهذان التي خسلتي هي يد أحسن في عني إن الشيطان الشيطانكم يزغوا فساد بينكم بحدين إن الشيطان الشيطانكم كان وحوء هذا للسان الذكاء عدوا عدو مبين وعدو قرسنين بعد النمذيس أيد وحي تلمامي سال عمر بن الخطاب هي ننكلا عمر بن الخطاب عايي markaas uu Umar la caayo sidiisu kan inuu duluba damacay oo hadal xubub ku yiraahdo hadal aad u qalbsan bay isku yiraahdeen markaas la leeyahay sidaa yeelina ruuxa dadka marka la hadlaysan sheydaanku wuxuu ka faa'iideysan hadalka xun ee siraadeen hadal fiican islaaha sheydaanku meel soo gala marka male dad hadal xun isku bilowdaan oo ay waxa isku bilowdaan tii sheydaan ba ka faa'iideysano islaayn bay marka damagaaga heerka way ka sii talaabo sidaas ay ahay waqul waxaad ku tidaa liibaadii adoomahay yaqulu hayidaahdan markay wada hadlayaan التي خصلتي هي يد أحسن في عنيد هذا في عنا كل شيء كيستان سال شيدانك وقف عليه سنة ديدتك السلام عليكم ولا أدوني وحي في هذا أدو قبوي شيء محاط سائل هذا وحوي شيدان شو قال ما يمشي إن الشيطان شيدانك يلزق وفساد بينكم الحدين هذا الكحونة إسلاهين درتي يهلك كسي ودي إسلام بيجاري مركضهم إن الشيطان شيدانك كان وحوء هذا للإنسان ذلك عدوا عدو مبينا وعد ما بقرص نما لا احتلكن الذرية ولا وان دعايم بول دون دعايم بول ذرية دي سئنا إلى ما بالغ أيام ربكم رب جيم با عالمي أقبلكم إذن كإذن أق إن يشاء هدو دونا يرحمكم إذن الحريصا أو يشاء هدو دونا يعذبكم إذن عذابي وما أرسلناكم كما أنانذرين عليهم دشوا وكيلا مسؤولين أتكتهم كما أنانذرين الله بإذن أقو حاتهين قفوا البوحي أعنما الله بأب قفوا البهداية إيا الضلال وحي أعنما الله بأب هدو دون ألو إذن حريسان وهداية إذن وافجين هدو دوننا وابو إذن عذاب وشيطان بإذن تفسر لكن نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام لقو مدر إبا ليلة أدو إناد مسؤول كان نقطه وإيمانك قلبك أقو شبته وحالته هذا كد المارسة أدو لقو مدر أدوك قارسين باتو شادا بس نبي يقول قلبك إيمانك وشبه وحب الله كما سببه ربكم ربكم با أعلموا بكم إذنك إذن وحاتهين يوحي إذن صوبة يمس الحديث أن الله باب
إن يشاهدوا دونا يرحمكم وإذن نحرس وحقوا إذن وافجين أو إن يشاهدوا دوننا يعذبكم وإذن عذابي وشيطان بإذن كبر بردعي وما أرسلناك كما أنانت للنبي الله محمد وكيلا كي مسؤولك عليهم دسونا وربك ربك أعلموا في أغيه بمن في السماوات سمد وحكسوا يو الأرض أرض وحكسوا بألاه بأو الله علمي سيدا يهي ميالك دوما كرا ولقد فضلنا وان كلا فضل سين بعض النبيين أنبياء قاركود على بعض قارك كلي واتينا وان سين داود داود زبورا دينة زبور ليرابع سين الله سبحانه وتعالى علمي سبلا نديس سمد أرض أردن يوح كلي يود أغيه علمي سوحك قرصوني مجير أنبياء نوال كلا فضلين شكي كما جوغ رسوشو إنه أنبياء الرسولها إن كفر دبادين شكي كما جوغ هدنا أولو العزم شنت أولو العزم هو سورة سورة الحزاب يلغو الشيغي يا أسي فضل بادن أولو العزم إبراهيم إيا النوح يا نبي الله محمد عيسي موسى أولو العزم يا أسي فضل بادن هدنا نبي الله محمد سيدو ينو الشيغي خير خلق الله هو مركز داود محمد يشان لغو الشيغي marka hore fadliga uu leeyahay ba la siino diinta zabuur leeyahay inuu leeyahay zabuurina ummada nabi maxamed sifadeeda iyo dhaqankeeda iyo siday taaybay zabuur ka sheekaysay saasa zabuur meesha loo keenay warabbuka rabbi baa aalamu og biman fi samawaati samada waxa ku sugan wal ardi wal qad faddalna wa kala fadli siina ba'da nabiyina amiyada qarkood ala ba'da qarka kale wa atina wa nusinay daawuda zabuuran nabiga wuxuu yiri أنبيادها كلا فضلي نبوي عليه الصلاة والسلام باش أنه وحال إنه والله كلا فضلي ومركها كلا فضلين اللي ليه تعصب إياه أدوك أمد وتعصب إياه أمد يعني هوسو إياه هكلا فضلين اللي ليه لكن وكلا فضليه لكن أنبيادها وحال أقرتها فضل إليه الأقر وحبها يسوفها لنوي أنا قاها يفضلي نبوي نبوي عليه الصلاة والسلام موسى قل وحاتنا هذا ودعو بلود واقع الذين كوي زعمتم أن شيئا شرتين إن الوحيد تاريخ من دونه ألا غيرك فلا يملكون إذن مهنا كران كشف الضر لب إن إذن كف إذن عنكم حدين ولا تحويلا إن إذن كور يتيان ودين عكل إذن كدوان مكران لب مركا إذن دل سارا إذن كما قاد كران لب إذن كسوا فولان عدك لكم مثل كران فغرق أنت إذن كقادان عدك لما سارا إلا أدقان غني كامر لقيا بل كوا كور رمالي كوا كور رمالي macna waa cid kasto oo waxan Allah ahayn caabiday oo ku tiirsatay oo wax ka doontay way wax waxan ku dhacayaan qul waxa tira udcu balu dhawaaqa hada qiyaamahi baa la jooga ogow alladina ku yizamtum at sheegi jirteen inay wax idin tarayaan oo mid duunihi Allah qeyrti ah fala yamlikuuna ma hanan karaan kashfa dur dib faydi dicanku bay idin ka faydaan wala tahwiila wareejin ay dilac kale idin ka duwana ma karaan ulaayka kuwaasi الذين كوا يدعون أي عابديا يدعون فاعل كذا كوا وعابد بالعلينا مر كان مفعول في القرآن أولئك الذين يدعونهم كوا أي عابديا يبتغون وحيق لفتاد طلبيا إلى ربهم رب قد الوسيلة والذي يقوت إلهين أيهم قاضي بكثر تامي أقربوا دو الله دو ويدعون وحيدين يا رحمة الله رحمة ديس ويخافون وحيكبقيان عذابه عذاب كيس إن عذاب ربك ربك عذاب كيس كانوا هذا محظورا كل قبقوي ماشي وحال ليه تذكر أيق عابد يان ملائكة وكلاي عيسى أولياء صالحين تأي أنبياء تأي تذكر عابد يان يق لفتوه ده الله وحكة دو تيدا الله وقت تجلى هاي يدون يان يق لفتوه يق ما أطهر تمايا يان الله اللي جاكر دواني لم حي مرك الله حي الله يدين كتر كران مر iyagii baa laftoodii baa Allah u baahano inay Alla gaadaan oo Alla u dhawaadaan raba maxay Alla idin ka tiri karaan waxba marka wasiilada tawassulka waxa la yiraahdaa Qur'aanku kuma badna lafdiga wasiila wasiila markii carab ee Soomaali lagu fasiro waa shay wax lagu gaaro bil metel jaranjaradan oo kale ee boqorka halka jooga cidii ku gaartay inay wasiila la yiraahdo marka tawassulka islaamiga saalixiinta kula joogta ee fiican waa lagu tawassuli karaa إلهي يوهب الكأس يعني كوغوتا وصل مركز يوهب لك عمها دقان سيد عمر بن الخطاب يقول إلهي يو مركي النبي قتوه إساقا كوغوتا وصولي كتين عباس كان أدير كان كوغوتا وصولينا فابدون بأي هذا مركز عواث والغوتا وصولي كرا صالحة كولتشوه
ألقوا توسل كنا أسماء الله وألقوا فلله الأسماء الحسنى فادعوا بها وأتقوا توسل كرتا يا رجاء وأتقوا توسل كرتا وأتقوا توسل كرتا ذنب قادوا الله ذهب قرأته لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يونس وأتقوا توسلي وأتقوا توسل كرتا نباتنا كهيسته نبي أيوب وكيل مثلا يضر وأنت أرحم الراحمين وأتقوا توسل كرتا لكن إن كان مقن oo amar dhintay ama ka maqan kuma tawasuli kartid sa kuma maqlay tawasulku waxa weey ilaahu ninka saaliha ya kuugu tawasule saalixina allu ku bariyay tawasulku waa sidaa wa ulaika kuwa alladina kuwa yad'unahum ay aabudayani kuwa ay aabudayani yabtaquna waxay dalbi ila rabbihim rabbigood alwasiilata xaligsi ay alla ku gaaraan waxayna u tartami wayanduruna waxay eegayaan ayyuhum koodi aqrabu xaqqa alla u dhaw iyagii ba ku tartamayo midkii alla u dhaw iyo kala tartamayaan wayarjuna waxay rajaynayaan raxmatahu alla raxmadiisa rajaynayaan wayakhafuna waxay ka baqayaan cadaabahu cadaabkiisa ka baqayaan in cadaaba rabbika rabbiga cadaabkii kaana wuxuu ahaa mahduura wax laga baqay dad iyagu allahoodi ka baqayo iyaga laftooda cadaab ka baqa wal cadaab iskaalin kareen hadaan alla ka badbaadin hadaan adu wax ka doonto gawar oo tilaado ii gargaaro sidaas oo kale iyo waa khatar way min qaryatin ma min qarya magaala ma jirto illa ay jirtaa dhaxnu anagu mihli ku yahay halaagayna qabla yoomil qiyaamati qiyaamaha yoomkiisa ka hor oo mu'allibuha wal cadaabina cadaaban cadaab shadiidan oo daran qarya kasto adduunka ka jirta ama muslimaha tamayeenahan waa tii baabado qariya kasto adduunka ka jirta waa tii baabada marka haba baade qabla yoomil qiyaamati bay baabi ama cadaab baa ku dhici haday gaalay yihiin cadaab dabar goyn oo ciqaab baa ku dhici kulliiba sidooda way u baabeen marka qabla yoomil qiyaamati way halaagsami qaryadi haday dad xun yihiin cadaab baa ku dhici qabla yoomil qiyaam laakin muhliku haa qariya kasto oo muslim iyo gaal waa la halaagay qaliya gaalada kaliya ku qeydayo waa la halaagi gaalada waa la halaagi haddii muslimka waa la halaagi qaryado way baaba ayaan way sii socdaa way min qaryatin ma min qaryatin qariya magaala ma jirto illa ay jirtay sanaxnu anagu muhliku haa waan halaagayna macnaa kharaab bay noqonaysa qabla yoomil qiyaam qiyaamaha yoomkiisa ka hor aw mu'adhibuha waa nu cadaabi cadaaban cadaab shadiidan oo daran waa haday gaalay yihiin cadaabka shadiidka kaana dalika arrinkaasi wuxuu ahaaday fil kitaabi kitaabkii loox maxfuudka ahaa masduuran kii lagu qoray way sadar isaga uu ku qoray loox maxfuudku ku qoray sidii in qariyay wali baa laagsanto ama qaar cadaab lagu rido sida gaalada kale muuminiinta cadaab intii nabi ilaahay maxamed waqtigiisii nabi muuse waqtigiisii jihad baa la sharciyay marka halaag damihi ma jirin laakiin ciqaab kala jirtay marka bilmetel calaad oo kale madaxda oo faajiriin noqota abaarta daacunada waxaa saa bedelay oo markay dadku dambiilayaal noqdaan bilmetel meeshii zinadu ku badato zinadu daahir noqoto roobka ku yaraanay oo daacun baa galay marka waa qaryo kasta waa la halaagi ama si fiican loo halaago wadkoodii hadhintaan ama cadaab baa loo soo bixiyay Allah subhanahu wa ta'ala.